مين من الأسماء المتميزة في هذه الدورة اللي دخلوا بالفعل سوق العمل ومن خريجي الأكاديمية؟ هنقول لك دانا الآن ما شاء الله هي أول مذيعة في الإذاعة الناطقة باللغة الإنجليزية في لاود اف ام. واو. عندنا سليمان الزيدي ما شاء الله كمان من المتميزين، والآن كمان صار يقدم معانا الفويس أوفر لبعض البرامج اللي بنطلقها. ما شاء الله الأسماء كثيرة صراحة، يعني الآن نتكلم عن 30 في الدفعة الأولى، كلهم متميزين صراحة، وكل واحد عنده قالبه الخاص وأسلوبه المتميز، ولا أحد يشبه الثاني فعليا. بالفعل أيضا من ضمن البرامج أو الدورات اللي تقدموها هي إدارة المهرجانات، ولعل يمكن هذا هو الوقت المناسب لها بحكم المهرجانات والإيفنتات الكثيرة اللي بتقام في المملكة. صحيح، احنا الفترة السابقة كان عندنا في شرم الشيخ كان في مجموعة من الشباب انتسبوا إلى مهرجان شرم الشيخ الدولي، دربوا مجموعة في إدارة هذه المهرجانات الثقافية، يتعرفوا برضو كيف تدار، كيف نتعامل مع كل الدول، كيف يتم استضافة هذه المهرجانات، الميزانيات وغيرها. كمان قريب انتهينا من الأردن، قريبا إن شاء الله راح نكون في تونس وبعض الدول إن شاء الله راح نتعلم، وإن شاء الله يرجعوا للسعودية ويكون إن شاء الله عندنا مهرجانات في جميع أنحاء المملكة.